السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الصف الخامس الابتدائي. النهاردة هنتكلم مع بعض أو هنكمل مع بعض باقي سورة الملك، درس وهو اللطيف الخبير، سورة الملك الجزء الثاني، الآيات من 18 إلى 30 في الوحدة الثانية، بعنوان من قصص الأنبياء. طبعا احنا كنا قبل ما نقرأ الآيات مع بعض، كنا أخذنا مع بعض سورة الملك وعرفنا إن هي سورة نزلت في مكة. وكذلك تعرفنا من خلال الآيات أو من خلال السورة أن أسباب قراءة الشيخ عبد الجليل لسورة الملك وهي أن بها آيات تدل على قدرة الله وبعض صفاته، وتعرفنا أيضا أسباب خلق الله للناس وهي أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس لعبادته وعمارة الكون، أن خلقه للآيات فكان لأنها تدل على قدرته وبعض صفاته، أما خلقه الموت والحياة ليختبر الناس أنهم أحسن عملا أو ليختبرهم في طاعته والعمل بتعليمه. يبقى دلوقتي عرفنا مع بعض أن الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليختبر الناس أيهم أحسن عملا أو ليختبرهم في طاعته والعمل بتعليمه. وعرفنا مع بعض أن الذي يزين السماء وفائدته، عرفنا اللي بيزين السماء هو المصابيح والنجوم، وعرفنا أن فائدة المصابيح والنجوم تكون زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدي بها في البر والبحر، وعلامات يهتدى بها في البر والبحر. يبقى كل دي تعتبر فوائد النجوم والمصابيح، وكنا طبعا قد ذكرناها في الجزء الأول من الآية. هيا بنا نقرأ معا باقي الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين.
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. معين، صدق الله العظيم. ننتقل إلى جزء المعاني المفردات. نكير بمعنى إنكاري بالتكذيب عند إهلاكهم. صفات باسطات أجنحتهن. جند أعوان وجنود. غرور غرهم الشيطان. لجوا تمادوا. عطو تكبر. نفور بعد عن الحق. مكبا واقعا على وجهه. سويا معتدلا. صراط طريق. يبقى المعاني المفردات مرة ثانية. نكير إنكاري عليهم بالتكذيب عند إهلاكهم. صفات باسطات أجنحتهن. جند أعوان وجنود. غرور غرهم الشيطان. لجوا بمعنى تمادوا. عطو بمعنى تكبر. نفور بمعنى بعد عن الحق. مكبا واقعا على وجهه. سويا معتدلا. صراط طريق. هيا بنا ننتقل سويا إلى جزء الشرح. عندي شرح الآيات من الآية 18 إلى 22. يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين كانوا قبل كفار مكة كذبوا رسلهم. ها زي مين كده؟ سنة خمسة احنا عرفنا ان قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود جاءت اليهم مجموعة من الرسل. جاء اليهم مجموعة كانوا ينذرونهم بوجود الله سبحانه وتعالى ويقولون لهم ان هناك بعث وحساب يوم القيامة، ولكن هؤلاء كفروا طبعا قبل كفار مكة وكذبوا بهؤلاء الرسل. فانظروا كيف كان إنكار لهم وإهلاكهم بإنزال العذاب بهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى كان بيستنكر استنكار شديد تكذيب هؤلاء الكفار لهؤلاء الرسل. فربنا سبحانه وتعالى جزاهم يعني الجزاء بتاعهم كان شر الجزاء بأنه أهلكهم يوم الحساب وأنزل بهم العذاب. كما أن فقد أغفل هؤلاء الكافرين ولم ينظروا ويتفكروا في خلق الله، بأن الله سبحانه وتعالى فعل أشياء كثيرة تدل على وجوده وتدل على وجود ربنا سبحانه وتعالى، وهو أن الطير فوقهم باسطات أجنحتها عند طيرانها في الهواء ويضمنها إلى جنوبها ما يحفظها من الوقوع غير الرحمن، إنه بكل شيء بصير. يعني معنى كده ان ربنا سبحانه وتعالى من صفات قدرته ان هو اللي بيمسك الطيور وبيمنعها من السقوط، وهو اللي بيجعلها تبسط اجنحتها عند طيرانها في الهواء، وكذلك هو الذي يجعلها تضمم اجنحتها الى جنوبها. فالله سبحانه وتعالى هو الوحيد القادر على ان يحفظها من الوقوع، لانه بكل شيء عليم وبصير. كما أنه يقول من الذي يستطيع أو يكون في زعمكم أو يكون في تفكيركم أنه يكون حزب لكم وعون لكم وجند لكم ينصركم من دون الله سبحانه وتعالى. هل هناك إنسان يستطيع أن يحمينا من عقاب الله سبحانه وتعالى؟ لا أحد يستطيع، بل أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء أو قادر علينا، ولا شخص أو قوة تستطيع أن تغلب الله سبحانه وتعالى. ولا هناك شيء يستطيع أن يغلب الله سبحانه وتعالى. فالله قادر على إنزال العقاب بمن أراد في أي وقت وفي أي مكان. طب وما الكافرون في زعمهم إلا في خداع وضلال من الشيطان. يعني الذي صور إليهم وأغرهم بهذا هو الشيطان، خدعهم وضللهم عن ايه؟ عن سبيل الحق وعن وجود الله سبحانه وتعالى. كذلك يوضح الله سبحانه وتعالى في هذه الآية
أن من هذا الرزاق المزعوم الذي يستطيع أن يرزقنا إن أمسك الله هذا الرزق ومنعه عن العباد؟ ها، هل هناك إنسان أو هل هناك جند أو عون يرزقنا من دون الله سبحانه وتعالى؟ لا أحد يرزقنا إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن هؤلاء الكافرون ظلوا واستمروا في طغيانهم وعنادهم في استكبار ونفور عن الحق، لا يسمعون له ولا يتبعونه، ما كانوش دايما ولا بيسمعوا للرسل ولا الأنبياء اللي ربنا كان بيرسلهم إليهم بدلائل ومعجزات كثيرة تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. وكذلك يوضح يوضح في الآية التالية: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي أم من يمشي في صراط مستقيم؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أفمن يمشي منكسا وجهه في الأرض لا يدري أين يسلك، أشد استقامة على الطريق وأهدى. يعني مثلا كده سنة خمسة، هل أنا حكون قادر ان انا امشي في طريق مستقيم وانا دايما حاطط وشي ومنكس وجهي وواضع راسي في الارض؟ ها، ام الانسان الذي يكون رافعا راسه؟ الله سبحانه وتعالى يوضح لنا ان الانسان الذي يمشي في طريق مستقيم يجب ان يكون مستويا منتصب القامة، اما الانسان الذي يسير منكسا أو منكسا على وجهه لا يدري أين يسلك ولا يكون أشد استقامة من الإنسان الذي يمشي مستويا. يعني إحنا كده يا سنة خمسة لما نيجي مثلا لو أنا ماشي في طريق، الطريق ده لو أنا طول الوقت بنظر إلى الأرض ومش مركز في الطريق قدامي، ها أكيد إيه اللي هيحصل لي؟ ها أكيد مش هقدر لنا أسلك، أكيد مش هقدر لنا أسلك الطريق ده، وأكيد طبعا هتقابلني بعض الحاجات اللي هتعوق سيري وهتوقفني. أما الإنسان اللي هو منتصب القامة وبيمشي رافعا رأسه ورافعا قامته وهامته إلى الأمام ومنتصب القامة، ها يكون بالنسبة له الطريق واضح، يكون بالنسبة له الطريق واضحا. فكل هذا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، أنه هو الذي جعل هذا الإنسان المستقيم القامة هو أهدى من الإنسان الذي يكون مكبا ومنكسا على وجهه. ننتقل إلى الجزء التالي، ننتقل إلى بعض معاني المفردات في الآية: أنشأكم بمعنى خلقكم، الأفئدة القلوب، زرأكم خلقكم ونشركم في أقطارها، زلفة قريبا، سيئت اسودت، يجير يحمي ويمنع، يبقى يجير بمعنى يحمي ويمنع، غورة بعيدا عن الأرض، ماء معين، ماء جاري، ماء جاري. يبقى المعاني مرة تانية: أنشأكم بمعنى خلقكم، الأفئدة القلوب، زرأكم خلقكم ونشركم في أقطارها، زلفة قريبا، سيئت اسودت، يجير بمعنى يحمي ويمنع، غورا بعيدا عن الأرض، ماء معين بمعنى ماء جار. شرح الآيات عندي، الآيات اللي احنا أخذناها من الآية 23 للآية 30، أن الله سبحانه وتعالى يقول: قل لهم يا محمد إن الله هو الذي خلقكم وأوجدكم من العدم. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من شيء بسيط جدا وصغير جدا، وهو التين. خلقنا من ايه؟ من تين، وهو شيء يعتبر اوجدنا الله وخلقنا من العدم، وهو التين البسيط الموجود في الارض. وكذلك انعم الله علينا بكثير من النعم، وانه قد جعل لنا السمع لتسمعوا به والابصار لتبصروا بها، كما انه جعل لنا القلوب لنعقل بها ونتفكر في كل في كل شيء أعطاه الله لنا لكي ندركه ونتفهمه جيدا. وأنتم أيها الكافرون قليلا ما تؤدون شكر هذه النعم. ها، ربنا سبحانه وتعالى لما يدينا نعم كتير ولما يدينا حاجات كتير أكيد لازم اللي احنا نعمله أول حاجة نعمل اتجاه ربنا. ها، لازم اللي احنا نعمل لربنا ان احنا نرجى ربنا ونشكر الله سبحانه وتعالى على هذه على هذه النعم.
وكذلك الإنسان يجب عليه أن يحافظ على إيه؟ على هذه على النعم. هذه النعم ويستخدمها كلها في طاعة. دائماً واستخداماً صحيحاً أيضاً. استخداماً صحيحاً ويكون في طاعة إيه؟ الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى ها رزقنا بالإيه؟ رزقنا باللسان اللي بننطق به وبنعبر به. ما ينفعش لنا إيه؟ ما ينفعش لنا أستخدم به سباب أو أشتم أو أذي زميلي بالقول. ها الإيدين اللي ربنا خلقها لنا، ربنا خلقها لنا عشان نستخدمها في طاعة الله. نفس الكلام القدم اللي ربنا خلقها لنا، ربنا خلقها لنا عشان برضو ايه نسير بيها في طريق الحق وفي طريق الايه الاستقامة، وليس ايه وليس للسرقة وليس للقتل وليس كل هذه اشياء. ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا النعم دي عشان نبتعد عنها تماما ونتجه الى طريق الله سبحانه وتعالى. وقال لهم ايضا ان الله هو الذي خلقكم ونشركم في الارض واليه وحده تجمعون بعد هذا التفرق للحساب والجزاء يوم القيامة. يعني في الآيات دي ربنا سبحانه وتعالى بيوضح لنا اللي هو لما خلقنا في الأرض نشرنا في جميع أقطارها. يعني ما كلنا ما بقيناش مثلا في مكان واحد، يعني مثلا كان ممكن يخلق الناس كلها في مصر، لا ربنا سبحانه وتعالى نشر جميع الخلق وجميع العباد في أقطار الأرض إيه كلها. وإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستطيع أن يجمعنا بعد هذا التفرق. ولماذا؟ لكي يحاسبنا ويجازينا يوم القيامة. على إيه؟ على الأعمال. طبعا ربنا سبحانه وتعالى هيجازي الإنسان اللي بيعمل الخير على أعماله، وكمان يحاسب الإنسان اللي بيعمل أعمال الشر على الإيه؟ على الأعمال السيئة بتاعته. ها ويقول الكافرون، يتساءل الكافرون مستنكرين ايه؟ مستنكرين الوعد، مستنكرين يوم القيامة، ويقولون متى يتحقق الوعد بالحشر يا محمد؟ يا محمد اخبرونا بزمانه ايها المؤمنين ان كنتم صادقين. يعني يشككون في هذا الوعد ويشككون في صدق المؤمنين، فيقولون لهم اخبرونا ايها المؤمنين ان كنتم صادقين بمعاد هذا الوعد. هل تفتكروا كده يا سنة خمسة ربنا سبحانه وتعالى أعلمنا يخلف وعده؟ وكمان ربنا سبحانه وتعالى هل فعلا أخبرنا بيوم الوعد؟ أخبرنا بيوم القيامة إمتى؟ ده من رحمة ربنا أو من رحمة الله علينا أنه خلقنا لا نعلم معاد، لا نعلم معاد الساعة ومعاد يوم الإيه؟ القيامة. ها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء إن العلم بوقت قيام الساعة اختص الله به، وإنما أنا نذير لكم، نذير أي محذر لكم، أخوفكم عاقبة كفركم وأبين لكم ما أمرني الله ببيانه. يعني معنى كده الرسول ده لو جاء سألني مثلا سؤال لماذا أرسل الله الرسل، لماذا أرسل؟ لكي ينذروا ويخوفهم عقاب ايه؟ عقاب الله سبحانه، عقاب كفرهم. ويبين لهم ما امرني الله سبحانه وتعالى بايه؟ ببيانه. فلما رأى الكفار عذاب الله قريبا منهم وعاينوه ظهرت الذلة والكآبة على وجوههم. ها يبقى دلوقتي هيجي يسألني سؤال متى ظهرت الذلة والكآبة ومتى اسودت وجوه الكافرين؟ عندما عاينوا العذاب ورأوه قريبا منهم، ورأوه قريبا منه وعاينوه. ها وقيل توبيخا لهم هذا الذي كنتم تطلبون تعجيله في الدنيا. يعني انتوا كنتوا بتقولوا فين العذاب ده؟ فين العذاب يا محمد اللي انت قلت لنا وعدتنا؟ قد اصبح عذاب الله قريبا منهم. وعندما وعاينوه وذاقوا هذا فظهرت الذلة والكآبة على وجوههم، على وجوههم. فقل لهم يا محمد لهؤلاء الكافرين الطغاة أخبروني إن أماتني الله ومن معي من المؤمنين كما تتمنون أو رحمنا فأخر أجلنا، فمن هذا الذي يحميكم ويمنعكم من عذاب أليم موجع؟ ها في حد يقدر يمنع العذاب بتاع ربنا سبحانه وتعالى؟ عن هؤلاء لا أحد يستطيع أن يتغلب على الله سبحانه وتعالى، فهو قادر على كل شيء وقادر على أي شخص، وقادر على أي شخص. وكذلك أن الله سبحانه وتعالى قادر ولا يغلب ويستطيع أن يحاسب عقابه بقوة وحكمة.
كل واحد على قد ايه، كل انسان على قد الفعل والعمل بتاعه في الايه، في الدنيا. قل الله هو الرحمن صدقنا به واطعناه وعليه وحده اعتمدنا في كل امورنا. ها قل لهم وضح لهم يا رسول الله ان الله هو الرحمن الذي، الرحمن الذي نعتمد عليه في كل امورنا، نعتمد عليه اي نقوم بهذه الاعمال ولكن نتوكل على الله سبحانه وتعالى. نتوكل على الله سبحانه وتعالى، نعم، في جميع أعلى أعمالنا. فستعلمون أيها الكافرون، أي الفريقين منا ومنكم في ذهاب بعيد عن الحق. هتشوفوا أيها الكافرون وسوف ترون من منا في ضلال عن الحق ويكون بعيد عن الحق. قل يا محمد لهؤلاء المشركين أخبروني إن صار ماءكم الذي تشربون منه ذاهبا في الأرض لا تصلون إليه بوسيلة. بمعنى إيه يا مستر الكلام ده؟ بمعنى إن ربنا سبحانه وتعالى لو جعل الماء اللي إحنا بنشربه، هل في إنسان يستطيع إن هو يعيش ويبقى على قيد الحياة بدون ماء؟ لا أحد يستطيع، لا أحد يستطيع. فمن غير الله يأتينا بماء، ومن يكون يجعل لنا الماء ويوصلنا إلى هذا الماء؟ إن جعل الله هذا الماء مختبئا في الأرض في مكان لا يصل إليه أي إنسان، فمن غير الله يستطيع ذلك؟ لا أحد يستطيع. فالله سبحانه وتعالى هو الرزاق، هو الرازق، هو الرازق للعباد، وهو الذي يأتيكم بماء جار على وجه الأرض ظاهر، ماء جاري نقي يستطيع نقي الإنسان أن يشربه أن يتناوله. طب ننتقل مع بعض لجزء التدريبات وبعض الأسئلة الهامة. أذكر بعض نعم الله في خلقنا كما وردت بالآيات. بعض نعم الله سبحانه وتعالى في خلقنا كما وردت بالآيات، أنه جعل لنا السمع والأبصار والأفئدة. ويجب علينا تجاه هذه النعم أن نشكر الله على هذه النعم، وأن نحافظ عليها حفاظا شديدا. في الكون حولنا نعم أخرى لله، أذكر بعضها. طبعا ربنا سبحانه وتعالى خلق للإنسان نعم كثيرة جدا في الكون، منها الجبال والبحار والأنهار والحدائق والبساتين وخلق الإنسان. الإنسان دي يعتبر من النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى إنه خلق الإنسان. متى اعترف الكفار بذنبهم؟ اعترف الكفار بذنبهم إمتى؟ عندما ذاقوا عذاب السعير. عندما ذاقوا عذاب السعير ورأوه قريبا منهم، فاسودت وجوههم أثر هذا العذاب الذين عاينوه قريبا، وظهرت عليهم الذلة والمهانة والكآبة. سؤال المتفوقين، وده لازم اللي احنا نركز فيه كويس جدا ونركز قبل ما نجاوبه. منحنا الله نعما كثيرة في الدنيا، ما واجبنا تجاه هذه النعم وتجاه الله سبحانه وتعالى؟ نقول السؤال مرة تانية. منحنا الله نعم كثيرة في الدنيا، ما واجبنا اتجاه هذه النعم واتجاه الله سبحانه وتعالى؟ ومن هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس، وإلى اللقاء في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.